السلام عليكم اصدقائي المتابعين بحلقه جديده من لعبه دراجون بول سبارتن زيرو. اليوم راح نكمل في الفصل الثاني من معركه الاكوان، ومثل ما قلت لكم هذا الفصل راح يكون قتالنا ضد جير. اوكي نشوف سوا. بدنا ننتبه، جير خصم قوي جدا لذلك بدك تنتبه. اوكي خلينا نعمل سبارتن. والله ما خلاني. اوكي يلا لا بأس بذلك. عبي عبي دغري طاقة، عبي عبي سباركينج. اوكي حلو. اوه والله صدى صدى صدى. اوه نطلي. اوكي حلو حلو. واحد اثنين واحد اثنين. هات هنشوف. حلو والله صدى كمان. ليك راحت السباركينج لحالها. طيب لي سباركينج. صار دفاع هجوم دفاع هجوم يا زلمة. روحي. أوه رجع للحالة العادية. اوكي متى ما تاولك عبي سباركي. يلا روح كمل. في تعليقات حلوة عم بيصير بين جيرن وبين صندوقه. حلوة حلوة. روح اضرب بينكي داما. هذا هو بينكي داما. حلوة مع كايوكين ضرب 10. طيري. حلو حلو كثير رائع جدا. اوكي اخذنا زي المعلم روشي. طبعا انا اشتريته زي من زمان. اوكي ديك جيرن بيوقف بيد وحده. لعمة يا زلمة. نننننن حلوة هي. هي كده ضرب 10. لا ضرب 20. اوه ضرب 20 يا زلمة. روح بصبه. اوه استخدم الايد الثانية. جنكي داما غا اوريتاتشي او ايتسمو سكوتي كوريتا كيريفودا غا. لانه هذا جيرن ماله مو شرير، هو يعتبر من ابطال العداله لكوكب خاص به. انتهى الامر يا جيرن. سون غوكو. سون غوكو لقد تورط غوكو في انفجار جينكي داما. ايوه روحي روحي. انجستو حلوه. تطور ما قبل النهائي. عبي عبي دغري سباركينج. عبي 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 بسرعه بسرعه. وهجر روح طلع. لك ما يخليك تبس مربعات. تكبيس 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 وتشحيط. اوكي طير لعنده دغري. ما عم استخدم ارتو مع الطيران او السرعه عشان ما يروح السباركينج بسرعه. طيره واضرب ضربه غاضيه. يو حرامات ما دقت عليك. عبي مرة ثانية. عبي بسرعة. انطلق. دق 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 دق. اجت ايوه منيح. استخدمت الار 1. حلو 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 حلو. تكبيس تشحيط تكبيس تشحيط. بس ليك صدع صدع. تعال ليك 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 مسكني والله. ديك راحت السباركينج. العام ما لي منتبه. اوه خطيرة خطيرة خطيرة. جيرن خطير يا زلمة. روح عبي سباركينج. طير صرخ فيك. حلوة حلوة. كسر المسكة كسر المربع. تكسير وتشحيط. فما بنصحك تستخدم الاصبع كامل لانه انت تعرف تكبس كبسات اللعبه بضفرك تقريبا او باطراف اصابعك تستخدمها، لانه
اذا كبست انت باصابعك كامله بالماسكات راح تخرب الماسكه صدقني. فهي استخدم مثلا راس اصابع ايديك او الاظافير، اذا اظافيرك شوي طوال شويه مو كثير يعني شويه شيء اقل من السنتي فكبس ما راح ياثر كثير على الماسكه. اوكي حلو حلو. اجا ديبس ديبسو ديسبو عفوا دبس الرمان اجا دبس الرمان ديسبو دبس الرمان يا زلمه لابس احمر كلامك للرمان دبس الرمان. اوه 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 ليك 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 والله يصد 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 ابن الرمان يصد ليك. شو عمل فيني يا زلمه؟ تحطي تشحيط يا زلمه لك صدى كمان هاي بحاري شك لك 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 أرنوب لك قرد لك هذا مالو قرد هذا أرنوب لك والله ليك شو سوى بدمي يا زلمة ليه 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 ليك تشحيط تشحيط ما يخلي الدفاع ما يخليني دافع مظبوط. اوكي ياري ياري فريزا عطانا طاقة مثل ما شايفين فريزا لقد انفصل وعيه عن جسده بالتخلي عن وعيه، بدأ جسده في التحرك بمفرده مراوغا أي هجوم بالمهارة الفائقة الحدس الفائق، ولكن قدرة سونغوكو على استخدام هذه القوة مؤقتة فحسب. تعود قوته بعد تلقي طاقة الكي من فريزا. في هذه الأثناء يهزم القاتل هيت على يد جيرين ويلقي به خارج الحلبة. يهزم. أوكي. نظرا لعدم وجود المزيد من الخصوم لمواجهتهم بدأ جيرين يتأمل معتمدا على رفاقه في المعارك. لم يتعافى سونغوكو تماما لكنه يعود إلى القتال على أي حال. لم يظل جوكو دون خصم لفترة طويلة. لقد ظهرت كابولا من جديد. لك فكرتك انا بدك تيجي تقاتلي معي ضد جيرين بس عم تقاتليني انا؟ اوكي يا انا بدي ادافع عن الكون السادس تبعي. اوه لا 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 راح البوكس. عبي عبي طاقه. اه زيرو زيرو عم بس عبي عبي عبي. اوه احيانا بدك تتعبى دغري. هاي ايوه اجت. حلو حلو حلو. عبي عبي هلا سباركينج. عبي طير لعنة. بحريشك بس يلا روح انطلق الى لا نهاية وما بعدها. حلوة 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 رائع جدا. حلو يارا يارا روحي ضربة قاضية. لا والله طورت حالي السوبر سايجين. هلا هون عبينا سبارتي هزان قتال حماسي. حلوة حلوة روح طول عنده عم بتصدح يعني حتى السباركينج يعني اللي صدوها هذول. لا راحت السباركينج يا زلمة. ليك اجت كيلو كيلو اجت. مع انه عم بصب يا زلمه بس عم لك 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 تمام. ما انت الذين ما عاد عندي سباركن. اوه قوة لك لك تفادتها روح حفظ عبد
حلوة 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 حلوة. تطحيش هلا تطحيش. بس شوفوا شو ساووا بدمي يا زلمة. لا انطلق. لا 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 لك لك. حلوة حلوة. روح عملا كامي هامي ها سنغوكو. حلوة دقت عليها يا عيني على الكامي هامي ها. شوفوا ما أحلاها. حلوة حلوة كتير. بس ساعتها ماما عطيت انتم شايفين عندها دم. دغري لحق حالك. يو والله دقت. قام سوي سبارتنج يمكن لانه في مهمة بعدها وفي مهمة فرعية يمكن يكون بدك تستخدم سبارتنج او اي شيء. اوكي فهي مو ضروري تقتل هون بالسبارتنج. انا بس عم جرب اذا في فرع ثاني بالحلقة ولا لا. اوكي يو هي راح ضربناها القاضية وانتهت. يوش اشتري ما تومتي. آخر شيء طلع صوت بيروس مثل ما شفتوا إنه يطيح بكل السياجين. هات لنشوف. أوه عن جد. أوه زبطت أنا وزين وزبطت سوا يا زلمة. العمى كابيولا اندمجوا العمى. أغراض البترة يا زلمة ليك. بترة لا من اين لهم هذا؟ بوكو بيتحول للبلو. من هاي تحولت للشعر الاخضر. معقولة بعد الازرق هذا التلميح انه بيكون تحول القادم اخضر شعر اخضر يعني. حلو روح. حلو لك 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 مطمطو لك ليس بعد. حلو عبد روح. هي هاي من الظهر بس نسكون من ورا خلاص. يو 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 يو. حلو حلو طير اضرب لك 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 المسكة يا زلمة. المسكة 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 بلا حكي فاضي. خذي الكامي هامي ها العيون كون. والله والله هربت منها تفادتها. اذبح حريشك عبي مرة ثانية طالما هي بعيدة عني ما بتعرف مكاني دغري عبي مرة ثانية. طير لعندها طيران سوبرشي كابولا. روح اطلع اطلق العلام لك لك تصب تصب. خلاص احبسنا هون اضرب. هاي بقى بدي ادق عليكي. هاي الكامي هامي ها حلوه 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 حلوه. سونجوكو حلوة طحشناها تطحيش. جوكو جوكو بيروس طلع صوت بيروس. لم ينتهي بعد لم ينتهي الأمر بعد. أوكي حلو كتير لننطلق ولنرى ماذا بعد. اوه تحولنا للهيئة هيئة الحدث الفائق كيبولا. حلوة هاي. طبعا طالما كان في سياجين بالكوكب السادس حسب ما بتذكر ما بعرف نسيان احداث القصة بعتقد بس هدول البنات كانوا سياجين اللي كانوا الكوكب السادس. فيمكن يكون في سياجين غير على ما يبدو طالما في هذا البنات وكان في ذاك الولد اللي بجدته صار معلمه.
すべての木を使い尽くすつもりか。ダメダメあたねえやざるめ。駐車避けられねえぞ。あたしの。よお。حلوة حلوة 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 هاي. أوه عملنا شو اسمه انتقال الآني بالكاميها مها. حلوة 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 صندوقكم. ياري ياري يطيح صندوقكم بكيفلا خارج الحلبة ويضمن بهذا انتصاره. ولكن جوتو ما طيب. سردوا. قضي على الكون الثاني والكون السادس. أوكي. كتب على أكوان المحاربين المهزومين الدمار واحدا تلو الآخر. أوكي. حتى يشن مقاتلو الكون الثالث والكون الرابع هجومهم قاموا بالاتحاد وأصبحوا أمبلازا. أوكي بنقاتل هاد. طبعا قصة سون جوكو فيها تقريبا 3-4 افرع بالنهاية. مثل ما شفتوا كان فينا نستخدم سون جوكو باختيار الشخصيات وفريزا وتنشيهان. هذا مع اختيار فريزا بهي القصة تمشي. بعدين في عنا اختيار جوهان وعنا اختيار تنشيهان. فهدول رح نعمل لهم حلقات خاصة ونشوف شنو راح تكون النهاية. اوكي لك يا زلمة. هي يا زلمة هذا العملاق عم يعمل انتقال الآن يا زلمة. اوش يا زلمة ما يخليك بيعبي. انا بدي اعبي السباركنج هلا مو ضروري يضربني بوكس بوكسين. مو ضروري بدي اعبي السباركنج هذا الاهم شيء عشان دغري ينط طحشة طحيش. بشوفه دمه ليك ليك حتى هو عبى سباركنج كايو كان حلو ليك ليك لاحق برضه حلو حلو. فريزا ما رايك انت تساعدنا في القتال غير ليك فريزا هل ستطلب بذلك بلطف مني؟ هل ستطلب ذلك بلطف؟ امبلازا ذك راحت السباركينج مالي منطلع يا زلمة. حلوة 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 حلوة. يوه معنا عملاق بس مو سهل. ها صعب عن جد يعني. بتشوف عملاق يمكن حركته بطيئة بس بتحش تطحيش. روحوا كايوكين لك 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 ما عم بيخليني اطير لعند راسه لحتى اكمل فيه. يلا بكفي اضرب اضرب يا زلمة. ما يخليك ما يخليك ما يخليك قاضي ليس بعدي لك طرد لك. روحي لب 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 يا زلمه. يا له بس شوي بس بدي اعبي سباركنج وخلاص اجا لهون خلاص. لك لعمى ما دقت عليها كلها طول وعرض يا زلمه ما دقت عليها الضربه. خلاص خلينا ننهي السباركنج. لعمى شو هاد مرتين ما دقت عليه. اوكي اخذته برجلنا. طبعا ما كنت فيني انا اغير بالشخصيات بس اتس اوكي اوكي. يتعاون المقاتلون من الكون السابع ويتمكنون بقوتهم المشتركة من طاحة بأنب
عن بلازا خارج الحلبة. يتبقى الآن 8 دقائق في بطولة القوة، وفريقان جوكو من سون جوكو من الكون السابع وجيرين من الكون الحادي عشر. يطلق توبو من الكون الحادي عشر قوة الدمار الخاصة به ليحاصر بيجيتا، ولكن حينها روحي بيجيتا، الانفجار بيجيتا. هزم توبو شر هزيمة، ولم يتبقى سوى جيرين. يصف جيرين هزيمة توبو بأنها هزيمة مشينة ولكنها متوقعة. تظهر كلماته عدم الثقة في زميله، ثم يتوجه إلى سون جوكو وحلفائه. عم بثني على بيجيتا جيرين. واجه جيرين سون جوكو. أوكي ياري ياري غضب. جيرين متألق متألق حقا. حتى اندرويد 17 مستغرب من القوة تبعه يا زلمة. على هذا وحش ولا شو؟ بس ما بعرف ليش جيرين عامله على شكل نملة، يعني راس وراس نملة، كل هالقوة وكل شيء واعطيه راس راس نملة. اوكي روح طلع سوبر سايجين بلو versus جيرين. يو ليك والله طريقة قتاله حلوة جيرين. بيهجم بيهجم بعدين بيوقف لانه بيعرف بدك تدافع، بعدين بس بدك تهجم بيدافع يضبح حريشك يا جيرين. الذكاء اللي حاطين اللي شو اسمه. روح طلق لعندي انطلق انطلق صفيك، انا راح طيرك من الوجود صفيك. ما هي نفسك كيف ولا لا طيرك من الوجود. اوكي ده الطبايو. كاميرا استخدمنا الكاميرا من هذه الحلقة شباب.己の力のなさを恨め。悟空、ベジータ。はあ。貴様は何をしている？おめえだけでも。おい、孫悟空、ベジータ。 クルーザーを諦めてやったんだ。感謝しろよ。まあ少しは休めただろう。誰かのために自分を犠牲にする、これも人間臭くていいな。はあ。 俺が勝てなくても第七宇宙が勝てばそれでいい。カカロット、あとは頼んだぞ。
ベジータ。お前の思い、オラが受け取ったぞ。やはり理解できんな。お前に託して何になる。信頼など何も生まぬ。本当にそう思うか。恨みっこなしだ。今のお前ではそれが限界か。ベジータが、そしてみんながオラに託してくれてんだ。こうやって負けるわけにはいかねえ。ジレンやケフラと戦った時と同じ。こりゃもう一波乱ありそうじゃない。今回がおそらく、いえ間違いなく正真正銘最後のチャンス。限界突破による肉体への負荷は神の領域により深く踏み込むほど大きくなる。もはや誰からの助けもなく、回復の手段も残されていないこの状況。次にあの瞳の輝きが消える瞬間、それは全ての決着の時。不完全な身勝手の極意など、敗北を遅らせるだけの悪あがきよ。不完全と言ったな。つまり今の強さのその先が存在するということを、それを無視して勝敗を決めつける。それはこの次元の攻撃も勢いが増している。まずいね。悟空、急げ。何か手はないのか。お前たち、黙って見ていろ。強さの先にあるのか。悟空、またまたすごくなった。スーパーすごくなった。確かに、これは大変にスーパーなことですね。ウィス、悟空はとうとうたどり着いたんだな。はい。まったく、本当になんてやつだ。あの姿、あの輝き、そんなはずはない。俺は負けん。負けるはずがない。強さこそ正義、強さこそ全体だ。勝たなければ意味がない。負けたら全てを失ってしまうことになる。あの時のように。俺、ねえ、手加減はせんぞ。すさまじい気の嵐じゃ。ジレンの気がさらに膨れ上がっている。おめえの動き、止まって見える。なぜだ。なぜ何度やられても立ち上がれるんだ。孫悟空、17号やベジータ、それに他のみんなオラに託してくれたんだ。この思いにかけ、ここで一歩も引くわけにはいかねえ。黙れ。そんなものを
俺の力の前では無意味だ。無意味じゃねえってこと、オラが見せてやる。孫悟空のスピードが上がっている。ありえん、なぜそんなことが。そんなこともわからんのか。悟空は自分のためだけに戦っているんじゃない。俺たちの思いも背負っているからだ。ピッコロの言う通りじゃわい。悟空は互いを高め合える者たちがおる。それはお互いにとってかけがえのない大切なものと同時に、悟空を奮い立たせる存在なのじゃ。自分一人の力などとあやつはこれっぽっちも思ってないじゃろうな。そんな悟空がいたから俺たちは今ここにいるんです。戦いながら周りの人間が不思議と引きつけられた。それが悟空という男なんだ。俺がオラたちの力だ。ギレン、何が仲間だ、何が信頼だ。それを認めたら俺の今までを全て否定することになる。そんな力俺は信じないよ。そんなものは簡単に消え去るんだ。行け、カカロット。ジレンに勝ってみせろ。うわっ、ついにやったか、あのジレンを。すげえぞ悟空。